السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ عساكم طيبين. اليوم جايب لكم لعبه البطه الشرير. اوكي، ممكن صوتي مختلف عليكم شويه، معليش بس اني مريض الحين في وقت الحالي، صوتي رايح فيها بس ما في مشكله. ليش قررت انزل لعبه البطه الشريره؟ طبعا زي ما انتم عارفين احنا كبساس اعلنا الحرب على البط. ليش؟ سبب هذا الفيديو. شفتوا كيف البطة ايش سوت؟ شريرة، اكلت ام التونة عليها. انا ايش فكرتي في الموضوع؟ بشوف هل عن جد البط شريرين ولا لا؟ فخلينا نشوف اللعبة دي، ان شاء الله تثبت لنا انه البط عن جد شريرين. طيب خلينا نبدا. طيب اقول لك اضغط سبيس عشان نطلع صوت البطة. اوكي اوكي هذه هي. طيب كيف امشي؟ دبليو. ايش هذا اسوي؟ يقول لك كليك يسار عشان تمشي. اوكي عليها مشية. اقول لك اضغط كنترول عشان تدنق. اوكي هذا البط عندهم حركات اكثر مننا. عشان اخذ، اخذت العلبه، كليك يمين اخذ العلبه. اوكي هذه كفوره، البطه صارت زي الكلب. هنا المفروض ان نفك هذا صح؟ ثقيل. طاطا علينا. اوه ماي جاد. اوكي خلينا نمشي. كسرنا الباب، هذا اول حاجه تثبت لك ان البطه شريره. شوفوا هنا في سندويتش وفي تفاح، جيب السندويتش خلينا نحطه في المويه عشان ايش ما حد ياكله، احنا ناكله بس. فين نمشي؟ في الكوبري هذا، ما ادري جسر. صح صح طريقي صح طريقي صح. في قفل. لا طريقي غلط، طلع امشي ارجع ارجع عليها مشي. شكلي رحت مكان مره بعيد، خطا شكله. اللي رحت مكان مره بعيد. طلع مقفل في النهاية. يمديني اطلع من هنا صح؟ اي والله طلعت. شوفه مقفل. يا القهر، هذا اخرته كذا، اخرته طلع مقفل ولا حاجة مشوار. اوكي يعني طريقنا من هنا احنا. حتى هنا مقفل. انا فين رحت؟ ايوه هذا مكان حق البداية. اوكي في هذا الشيء، فك الموية. فتحنا الباب. اوكي عرف ترى من فين ابدا. نبدا هنا. Get into the garden. في مهمات عندنا. اوكي يقول لك Get the garden keeper with، لازم نبلله. اوكي نحن نعرف الطريقه دي كيف. هو قاعد يمشي جنب المويه، نفك على المويه. طيب اللي بعده ايش نسوي؟ ايش الكلام ذا؟ The garden keeper. ستيل. اوكي ستيل. يقول لك ازرق المفتيح حقت الجاردن كيبر، حق الحديقه ذا البنادم. يقول لك خلي خلينا نقول مزارع. اوكي بدل الجاردن كيبر. اوكي خلينا نقول مزارع. خلي المزارع يلبس الطاقيه حقت الحر. اوكي يعني هذه المهمه هي هذه اللي تحت دي. فيقول لك جيب ساندويتش. ساندويتش برا صح؟ ساندويتش برا، احنا غمناه في المويه. وجيب تفاحه، يبقى يقطينه وجزره ومربى ثيرموس، اظن قصده انه حق الشاهي الله اعلم، وراديو وباسكت. طيب ايش نبدا؟ او شو خلينا نبلل الطاقيه حقته، ايش رايكم؟ السلام عليكم يا كلب يا كلب يا حيوان. ها اسوي لك خوف في وجهك. خلينا نستنى على ما يصير قريب من هذه، نشغلها عليه. يس يس يا رب ما يضربني. قاعد اتكلم معك حبيبي. السلام عليكم. لا تطفي في المويه. يا حيوان يا كلب. خلينا نشوف ايش يمدينا نسوي احنا هنا. يمكن هذه الباسكت اللي ابغاها، السله. خلينا نشوف ايش فيه هنا. هذا الطاقيه صح؟ هذا الطاقيه اللي يبغانا نلبسه هي. في مربى هنا، في تفاحه، في قطين. اوكي الاغراض كلها من عنده. هاو اوريك انا دقيقة اسرق اشياء كلها. شوف الراديو هنا، شوف هنا الراديو. طب فين فين الشيء اللي يبغانا؟ هو يقول لك وديه عند شو اسمه؟ زي الفرشة زي كذا حقت الحدايق، فما ادري فينها. ما في الا هذه الفرشة، حتى هذه تعتبر منديل. في تفاحة هنا خلنا ناخذها نرميها في الموية. هنا والله هنا هي. اوكي الاغراض اللي نفشخها نحطها هنا. اوكي طب دي هو يبغى ساندويتش، فخلينا نشيل الساندويتش ذا. نشوف صح كلامي. ما سوى الساندويتش، يمكن يبغى القطعه الثانيه عشان يصير ساندويتش كامل. نشوف كذا. يب شوف الساندويتش شاطب عليه. يعني نبدي ناخذ الابل او التفاحه، اهم شيء بنسوي نفسي انجليزي يعني كذا. المفروض انها شيئين. يب ساندويتش وابل. ليتس جو، امشي المشي حقتنا حقت سرقه.
السلام عليكم، أبا ممكن يعني أية واحدة كويسة راح. ما شافني ما شافني، صار بسرعة يا بطة يا حيوانة. شوف يس باقي مربى يقطي. دقيقة اللي يقطينا مجينا نشيلها كذا، يقطينا كبيرة. السلام عليكم، ما أخذ شيء أنا، ناخذ المربى سريع. دقيقة هو فين؟ شوف فين الحيوان، ما أدري نخرج. أيوة أيوة أمشي 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 بسرعة بسرعة. Let's go. أخذنا مربى كمان. والله هذا مزارع غبي، ولا أنا البطة الشريرة بزيادة. ترموس والله ما أدري شو نعم أتوقع إنه حق الشاهي، فخلنا نروح نجيبه. آه هذا هو صح؟ لا مو هذا اللي فوق. أيوه هذا. أوكي خليه هو مشغول. عدي ناخذه ونجري بسرعة. والله إني بطة شريرة مرة. ليتس جو. حطيتها. إيش باقي لي؟ باقي الراديو وسلة. آه الراديو هنا. يطلع صوت. اوكي حطينا الراديو. لا لا يدور الراديو. لا وخر. الو انا بطة تعال الحق ورايا. صح في مهمة نسرق المفتاح منه. لا يا حبيبي حق ذا. تعال جاي وخر عني يا حيوان. مش الاغنية حلوة حقت الراديو. حقي والله لو تجري منا البكره والله ما تاخذ. والله حشرت انك كلب حيوان حقير حقير حيوان. والله انا اخش في المويه اوريك. خرب مرة. لا يخش المويه ما ادري يا حيوان. جيب الراديو. اخذت المفاتيح. خلاص جيب المفاتيح. جيب المفاتيح احسن من الراديو. يا الله خلاص ما بسوي لك شيء. انقلع. اهم شيء سوينا مهمه. يب سويناها. اوه هذه سله يبدي لنا ناخذها انا. شوف السله مره ثقيله عليها. القوه قاعده تسحبها. ليتس جو. طيب ايش باقي لنا؟ اوه باقي لنا يقطينا بس. اي 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 ما انت رايح. اي 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 حبيبي ماني قادر اخذ المفتاح يا حيوان يا كلب. قهرني قهرني. انا دحين بيرجع ياخذ كل الاغراض. طب انا ايش اسوي؟ انا اروح ادس الاغراض عشان ما يجي يدورها ما يحصل. هنحطها هنا كذا. يبغى جزر بس. يبغى جزر من عنده. طيب ايش في كمان من عنده؟ تخيل اخذ الساندويتش هو ما حقه. جيب هذه. اصلا الساندويتش ما حيحتاجه، حطيته في المويه خليته عفن. ما في مربى. شلته. روح دور تعال. شوف ها شوف ما في. شايف ما في مربى. فين راحت؟ تبي ساندويتش؟ خذ الساندويتش يا كلب يا حيوان. احمد ربك اديك ساندويتش. والله لا اسرق مفتاحك واوريك. ليتس جو ليتس جو. اخذنا المفتاح. خلينا نحطه هنا كذا كذا ما حيشوفه. نجي نقفل على الباب يعني ام الفله. طيب ها خلاص ما حيسوي لك شيء. نقفل الباب معانا. يا سلام يلا وريني كيف حتخرج الحين. دقيقه انا كيف حاخرج؟ كيف حروح عند الاغراض؟ فك المويه عشان هو يفتح الباب. اوه ما نقدر نوصل. اوه في دقيقه في فتحه هنا. يس يس ليتس جو. هنفك على المويه عشان ما يبدا يخرج صح؟ كذا عدي مكانه. اوريك شغلك. ايوه مفاتيح ما في. يقولي بدي يوصل. اه ما يبدي يوصل. قفل لك هو. شفت كيف انا بطة مسكينه؟ ضحكت عليك يا غبي. طيب خلينا نروح نجيب الاغراض نحطها في السله مره ثانيه. نحطها هنا. ايش باقي لي كمان؟ باقي لي بامكن.
اوه حق الشاه نسيت ما اخذه. دقيقة اروح اجيب المفتاح عشان يفتح لي الباب. تقول يمديني اخش له من هناك واسرق الاشياء حقته. يا رب يا رب يمديني. ليتس جو ليتس جو. اوه ما بمشي من قدامه عشان ما اروح يدورها. خليني امشي من هنا. اظني حتنكب لو انا وديته في المويه. لا ما حتنكب. جو. بس باقي لنا ايش؟ البامكن. ايوه بس باقي لنا حقت الشاي. خل نروح نجيبها. السلام عليكم، انت لسه عندك هذه المشكله؟ اوه صح باقي الراديو. هنروح الردع يفضحنا صح؟ ولا عشان انه خرب خلاص ما حيطلع صوت؟ والله ما ادري الحين نجرب. بس خلينا ناخذ هذه. ما تخش من هنا الا خشت خشت. اوكي اوكي جبنا حقت الشاهي. والله هي حقت شاي ولا قهوه والله ما ادري. بس يلا انت خليك 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 بس. لا ساحب علي. اوكي كويس. اوكي عشان ما يفضحنا بعدين خلينا نحطه في المويه. ايوه خليه يخرب ونحطه هناك عشان ما يطلع لنا صوت. اوكي سويناها. الحين نروح نجيب له المفتاح ونقول ان شاء الله باذن الله ما ياخذ الاغراض حقتنا مره ثانيه. اظن اذا اخذها عادي حتى. انا حط هاي مفتاح هنا حطيته في الراح. الو شباب انا ما حطيت المفتاح هنا؟ فين حطيته انا؟ اظني قلتش في اللعبه يا شباب. اوه اوه شوف انا حصلته راح بعيد. شوف معي المفتاح. شوف 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 ادي له من عند الباب صح؟ الله شفته كيف؟ طيب ايش يبغون نسوي دحين؟ اوه نخليه يلبس طاقية ثانية. كيف نلبس الطاقية الثانية؟ بجلس استناه هنا لين ما احصل فرصة اني اقدر اخذ الطاقية حقته. لانه انا حرفيا ما يمديني اوصل لها. شوف هذه الحركة اسمها حركة الافتراس. اذا شفتوا بطة كذا مطلع راسها من العشب اعرف انكم حتموتوا. اشغلتنا اقلقتنا. وش تبي؟ وش تبي؟ ما بسوي شيء ما بسوي شيء. اوكي خلاص ما باخذ انقل عني. شوفوا قاعد ينظف هذه. يعني صراحة ممكن هذيك الفرصة كانت كويسة انه اخذ الطاقية حقته بس ما قدرت. كل شوي يجي يسك فطني. ايش في اللي طالع زي كذا ترى؟ ها ها سلك هو ورع واحد. ايوه طلعت عليها علامه. كمل 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 كمل. ايش قاعد تسوي هنا؟ ان شاء الله والله الزراعه حقتكم حلوه والله. ما حد ما تبى احد يمدحك. انقلب انقلب. يس 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 خذها خذها. لا لا حول ولا قوة الا بالله. يا الله بني ادم اذا حرفيا الحلقة اسمها الطاقية المنحوسة. ما احنا قادرين ناخذها. كمل كمل كمل. الله والله ما شاء الله عليك. كم مرة تزرع في اليوم؟ ما شاء الله. يس يس وخر عني وخر عني. اخذ. لا لا تعلق. الحق موية موية موية. يس خلينا نحطها في المكان السري حقنا. سري اوكي تحداك تشوفها هنا. هاي وريني وريني وريني. ايوه ايوه بلبس الطاقية الثانية. روح 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 شوف الطاقية هنا هنا هنا. تعال البسها خلينا ناخذ المهمة سريع. هذه الرقصة حقت الانتصار. تي 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 تسوي المهمة تي 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 تي. اوه عصب عصب بياخذ لوحة. حلو حط اللوح ممنوع البط. اوه يبغون نخليه يصقع اصبعه. وخر وخر عني بس وخر عني. شكلها في اللوحة هذه دام انها تو جابها. شوف هنا شوف هنا شايف اللوحة يا حبيبي اللوحة. شوفها فينه فينه. ايوه روح روح. ايوه خذ اللوحة خذ اللوحة. اتوقع انه نطلع صوت البطة زي كذا لما يجي بيضرب المطرقة. يلا ثلاثة اثنين واحد
Let's go. أوه ما صقع أصبع. أوكي لازم لما يجي بيضرب. ثلاثة اثنين واحد. توجع توجع توجع. خد. والله حزنت على البني آدم المسكين. ايه بضرب بالمطرقة ذا ولا ليش؟ روح روح خذ الوردة حقتك فتحت لي الباب وشوف ايش فيه هناك. يا الله من البني آدم ذا. ها ها قبل ما امشي خليني افقع يلا عشان ما يخليني ابطم شوية. ليتس جو. والله البطة دي شريرة مرة. هلو؟ راك عندي شرطة. تعال حيوان. اوكي خلاص ما حسوي لي شيء مسكين ولد صغير. تعال 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 واحنا قاعدين نلحق ورا. لا تنسوا تشتركوا في القناه وتسووا لنا لايكات الحركات زي كذا. واذا كنتوا تبوا جزء ثاني من نفس اللعبه اكتبوا لي تحت في الكومنتات وبس كذا. نشوفكم ان شاء الله باذن الله في الحلقه الجايه. يلا مع السلامه. هاو 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 هاو